السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا في مدرسة أطفال الرمث النموذجية، معكم المعلمة براء أبو سيف، معلمة الرياضيات للصف الرابع. أحبائي طلابي، اليوم سوف نبدأ بالدرس السادس في الوحدة الثانية، وعنوانه تقريب الأعداد العشرية. اليوم درسنا كثير سهل يا رابع، مختلف عن درس التقريب الأعداد الكسرية، آسف، درس تقريب الكسور اللي درسناه بالوحدة السابقة. درس التقريب في الوحدة السابقة كان محددين الأعداد اللي بنقرب إلها اللي هي القيم المرجعية، لكن درسنا اليوم سوف نرجع للدرس 2 بالصف الثالث، وهي الأعداد الكريمة والأعداد البخيلة، إنه نقرب حسب، إذا كان العدد الجاري كريم فأنا بزيد لي واحد، وإذا كان بخيلا أبقى كما أنا. فرح نتذكر الأعداد الكريمة اللي هي 5 6 7 8 9، الأعداد البخيلة 0 1 2 3 4. هذا المهم جدا اللي هي بتتذكرهم يا رابع، ودرسنا رح يكون محدد لنا المنازل اللي رح نقرب إلها، رح نقرب لأقرب عدد صحيح اللي هو العدد الكلي، أو لأقرب جزء من 10، إما بنقرب لأقرب عدد صحيح أو لأقرب جزء من 10. خلينا أبدأ بمثال عشان نفهم أكثر. حكينا التقريب أول الآن إنه في عنا منزلة التقريب، وفي عنا جار اللي هو على يمين منزلة التقريب. يعني أهم شغلتين إنه نحدد إحنا منزلة التقريب. إذن أول خطوة راح نحدد منزلة التقريب، مثلا بدي أقرب لأقرب عدد صحيح، حطينا خط تحت العدد الصحيح، ومن ثم بعد ما حدد منزلة التقريب، طبعا احنا بنكون محددها بالسؤال يا رابع، انه لأقرب 10، لأقرب 100، لأقرب عدد صحيح، لأقرب جزء من 10 وهكذا. فعندنا الآن لأقرب عدد صحيح فبنحط خط، ننظر إلى يمينه مش ليساره، يمين. اليمين مين؟ يمين منزلة التقريب اللي هي 8. من يمين منزلة التقريب 8. 8 كريمة ولا بخيلة؟ 8 كريمة، هيها من الأعداد الكريمة، إذا رح تعطي الأربعة 1، إذا رح تعطي الآحاد 1. شو رح تصير الأربعة؟ رح تصير الأربعة 5. طب والخمسة هاي تخرج كما هي، إذا اللي قبل منزلة التقريب يخرج كما هو، واللي بعده يتحول إلى أصفار، يتحول إلى أصفار. فأربعة وخمسون صحيح وثلاثة وثمانون من مئة يساوي 55 صحيح. إذن 54 أصبحت 55 لأنه 8 كريمة، فأصبح العدد زاد عنا 1. رح ننتقل إلى المثال الثاني. لو بدي أحدد منزلة التقريب بدي لي أقرب جزء من 10. ماشي رابع، شو عنا منزلة التقريب جاي؟ اللي هو 0 أجزاء العشرة. ننظر إلى وين؟ إلى الجار على اليمين، الأربعة. الأربعة من الأعداد الكريمة ولا من الأعداد البخيلة؟ الأربعة من الأعداد البخيلة، إذا ما بتعطينا إشي بخيلة، فشو بضل الصفر؟ صفر كما هو. طب الأربعة ماذا تصبح؟ أيضا صفر، تحول، والقبل الفاصلة ما هو؟ 66 بنزل كما هو، 66 صحيح. إذا 66 صحيح وأربعة من مئة، قربنا لأقرب جزء من 10 فأصبح 66 فقط، 66 صحيح. مفهوم يا رابع؟ إذا يا رابع الآن رح نأخذ أمثلة على قرب الأعداد العشرية الآتية حسب المنزلة المحددة في السؤال عنا. فأول مثال 84 صحيح و 56 من 100، بدنا نقرب لأقرب جزء من 10 ومن ثم باء وفرع جيم. طيب خلينا نبدأ الآن، حددت لك منزلة التقريب، هي محددة اللي هي 5 لأقرب جزء من 10. ممكن أحدد لك إياها بخط، ممكن أكتبها كتابة قرب لأقرب جزء من 10، مفهوم يا رابع؟ أو بحددها. طيب بدنا لأقرب تقريب لأقرب جزء من 10، حددنا المنزلة هي 5. ننظر إلى اليمين، ده شو الخطوة الثانية؟ ننظر إلى اليمين، من يمين 5؟ 6، اليمين وليس اليسار، يمين. 6 يمين 5، 6 كريمة ولا بخيلة؟ 6 كريمة. شو بتعطي الخمسة؟ بتعطيها 1. ماذا تصبح الخمسة؟ الخمسة رح تصير 6. طب الستة اللي عطتها الواحد شو رح تصير؟ 0. طب اللي قبل الخمسة شو رح ينزل؟ كما هو، ما له علاقة. فأربعة وثمانون صحيح وستة وخمسون من مئة أصبحت 84 صحيح وستون من مئة، مفهوم يا رابع؟ رح ناخذ كمان مثال عشان نفهم أكثر. أيضا هون بدي لأقرب جزء من 10، شو عنا المنزلة؟ المنزلة عنا 9،
منزلة التقريب التسعة. مين على يمينها؟ السبعة. السبعة كريمة ولا بخيلة؟ السبعة كريمة من الأعداد الكريمة، راح تعطي التسعة واحد، صح؟ طب التسعة عادي تصير واحد؟ لا، التسعة يا رابع حالة خاصة، ممنوع تصير واحد إلا إذا كانت هي أول عدد من، يعني هي أكبر منزلة. إذا كانت أكبر منزلة مثل 99، بدي أقرب لأقرب 10 يصبح 100. لكن بهاي الحالة هون التسعة ما ممنوع تصير 10، إذا كانت في الوسط ممنوع تصير 10، لأنه أنا بغير تركيبة العدد، بزيد له منزلة. إحنا عددنا من منزلتين بصير 3 منازل، معناته أنا منطقيا خاطئ اللي بعمله. إذا التسعة ممنوع تصير 10، شو رح تعمل بالواحد؟ رح تعطيه لجارتها اللي هو الاثنين، آسف واحد هون. إذا التسعة رح تعطي الواحد لمين؟ للاثنين. هاي مهمة جدا، التسعة ممنوع تصير 10، رمت أو عطت الواحد للاثنين، أصبح الاثنين 3 والباقي يحول إلى أصفار، فاثنان صحيح وسبعة وتسعون من 100 أصبحت 3، وهذا الكلام منطقي جدا. طب المثال الأخير، 39 صحيح و82 من 100. الآن التسعة إجت في منزلة الآحاد، وبدنا نقرب لأقرب عدد صحيح. ننظر إلى مين؟ مين جار التسعة هون؟ مين جار العدد الصحيح؟ جار الثمانية. الثمانية كريمة ولا بخيلة؟ الثمانية كريمة، رح تعطي التسعة واحد. طب التسعة عادي تصير 10؟ لا، لأنها في منزلة تقع في الوسط وليس على أكبر منزلة، فرح تعطي لمين الواحد؟ للعدد اللي بعدها اللي هو 3. فالتسعة وثلاثون شو رح تصبح؟ 3 4. التسعة رح تحول إلى 0 والباقي أصفر، فتسعة وثلاثون صحيح واثنان وثمانون هي تقريبا 40. فأكبر مثال يا رابع على الأعداد العشرية هي النقود، فتسعة وثلاثون دينارا واثنان وثمانون قرشا هي تقريبا 40 دينارا. تمام، كثير بنستخدم كلمة التقريب في النقود، مش كثير دائما، يعني مش الكل بيعطي الفراطة هاي الدقيقة 82 ولا 5 قروش، ولا نحكي تقريبا دينار، تقريبا أقل من دينار حسب شو الرقم. تمام يا رابع، هاي التسعة مهمة جدا انك تنتبه لها يا ابني. الان يا رابع رح احكي عن فكرة تقريب الاعداد باستعمال خط الاعداد. الكل بنعرف خط الاعداد، فعنا العدد، خلينا نوضح لك الطريقة. في عنا قرب العدد لو واحد صحيح و56 من 100. طبعا هاي كمان يا رابع فرصة لك انك تراجع كيف اعين خط عدد عشري على خط الاعداد. اول خطوة ننظر الى العدد الصحيح. العدد صحيح بحكي لنا واحد صحيح هو 56 من 100. إذا هذا العدد يقع بين الواحد صحيح وبين الاثنان صحيح. إذا أول خطوة ننظر إلى العدد الصحيح نحدده، فهو واحد، ومعناته يقع بين الواحد وبين الاثنان. حددنا الأعداد الصحيحة. الخطوة الثانية ننظر إلى أجزاء العشرة. إذا رح نقسم المنطقة بين الواحد والاثنين إلى 10 أجزاء. قسمت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يكون الجزء العاشر عند الاثنين صحيح. طبعا رابع يجب ان يكون التقسيم بشكل متساوي، لكن انا هون رح اكون شوي كبرت المنطقة عشان تشوفوها كيف بدي اعين العدد، فممكن يكون مرات مش بالضبط، مش مستخدم انا مسطرة، لانه هذا لوح مش زيك دفتر. تمام، طيب هلأ بدنا نقسمه، حكينا العشر اجزاء، رح نكتب الاعداد. فصار عندنا واحد صحيح وواحد، واحد صحيح واثنان، واحد صحيح وثلاثة، واحد صحيح وأربعة، واحد صحيح وخمسة، واحد صحيح وستة، واحد صحيح وسبعة، واحد صحيح وثمانية، واحد صحيح وتسعة، وبعدين اثنين صحيح. طيب هاي حددنا أجزاء العشرة، جزئنا إلى 10 أجزاء. شو الخطوة الثانية؟ ننظر إلى أجزاء العشرة، هي الخمسة. وين واحد صحيح وخمسة؟ هيا أنا هون. طيب أنا عندي واحد صحيح و56، معناته أنا بدي أروح عند الواحد وخمسة وأمشي كمان 6 درجات عشان أوصل لستة وخمسون. لأني أنا عارف إنه الواحد وخمسة يا رابع، لأن أنا بعرف يا رابع إنه الواحد وخمسة هي نفسها 51، 1 و4 41، 1 و2 نفسها 21. هذا إحنا درسناه
في الدروس السابقة، فواحد وخمسة نفسها 51، يعني عند 51 بدي أمشي لستة وخمسون. إذا رح نجزئ المنطقة بين الخمسة والستة إلى واحد وستة واحد وخمسة إلى 10 أجزاء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، والعاشر عند 1 و6. طب أنا بدي أمشي لعند 1 و56، هاي واحد، خلينا نختار لون ثاني، 51، 1 و51، 52، 53، 54، 55، 56. هينا أنا هون عينت اللي هي 1 و56. طيب هذا كله عشان أشوف لمين أقرب. طب الواحد وستة وخمسون هل هي تقريبا كم؟ هون عنا 61 ولا 51؟ هي أين أقرب، إلى 61 ولا إلى 51؟ رح أقارنها بين الأعدادين التي تقع بينهم، هي تقع هون وتقع بين 51 و 61. فالواحد وستة وخمسون أقرب للواحد وستون ولا للواحد وخمسون؟ هي أقرب للواحد وستون. طب خلينا نتأكد باستخدام القاعدة اللي أخذناها، إنه إحنا نقرب لأقرب إيش. هون عنا جزء من 10، فالجزء من 10 مين جاره؟ 6. 6 بتعطي 5 1، بتصير 5 6، 6 بتصير 0، وبنزل العدد زي ما هو 61. فإجابتي صحيحة على خط الأعداد وباستخدام القاعدة. تمام يا رابع، هيك أنا عينت 1 و56 على خط الأعداد وراجعناكم فيها، لأنه هذا مهم جدا أنك تكون فاهمه. تمام، الآن بدي أتحدث عن استعمال التقريب بالمسائل الحياتية، اللي هي المسائل يا رابع وليس كأسئلة مباشرة. مثلا في عن هذا السؤال أو مثال من الكتاب: تبلغ كتلة مولود الفقمة 11.56 من 100 كيلوغرام، قرب الكتلة لأقرب كيلوغرام. الآن يا رب رح تجينا مسائلنا نقرب لأقرب كيلوغرام أو لأقرب دينار أو لأقرب متر أو لأقرب سنتيمتر. طب لما يعني ما هي منزلة التقريب؟ أين هي؟ يعني ما هو المفهوم من كلمة لأقرب كيلوغرام؟ لأنه هو بعطينا هنا العدد بوحدة الكيلوغرام اللي هي وحدة الكتلة، الوزن يعني الكيلوغرام، إنه 11.56 كيلوغرام. فأنا بدي أحدد هل المقصود العدد الصحيح أم الأجزاء العشرة؟ مين هي المنزلة المقصودة؟ المنزلة المقصودة هي العدد الصحيح. فيا رابع لما احكي لك معطيك انا 11 كيلو او 11.56 كيلوغرام، فبدي لاقرب كيلوغرام معناته لاقرب عدد صحيح. او احكي لك والله مثلا 23 دينارا مثلا و50 قرشا، بدي لاقرب دينار فراح يكون دائما هو العدد الصحيح، لاقرب سنتيمتر ايضا العدد الصحيح، لاقرب متر العدد الصحيح. مفهوم؟ دائما التقريب في المسائل الحياتية لأقرب عدد صحيح، إذا كانت المذكور السؤال بالكيلوغرام فدائما ننظر إلى العدد الصحيح. طيب رح نرجع نكتب العدد. إذا العدد هو عبارة عن 11 صحيح و 56 من 100، ننظر إلى العدد الصحيح اللي هو 11، ورح أنظر أكثر إلى الآحاد. حددنا منزلة التقريب. طيب مين جار الواحد هذا؟ جاره الخمسة وليس الواحد. أنا أنظر إلى أول منزلة بالعدد الصحيح وليس المنزلة الثانية، تمام؟ لأنه مكون من منزلتين فرح أنظر إلى أول منزلة. الخمسة كريمة ولا بخيلة؟ الخمسة كريمة. شو رح تعطي الواحد؟ رح تعطيها كم؟ واحد. طيب شو رح يصير الـ11؟ رح تصير 12، أو الواحد أصبح 2 والواحد نزل زي ما هو والباقي يحول إلى أصفار. فكم رح تكون كتلة المولود تقريبا؟ 12 كيلو جرام. 12 كيلو جرام هاي اختصار الكي، اختصار الكيلو، والجي اختصار الجرام، جرام ماشي، الجي اختصار الجرام ماشي. رابع طبعا رح ناخده ان شاء الله بالوحدة مش الجاي اللي بعدها اللي القياس الكتل وإلى آخره. هيك أنا بكون يا رابع وضحنا لكم كيفية استعمال التقريب في المسائل، لأنه رح دائما ننظر إلى العدد الصحيح للتقريب. بشوفكم إن شاء الله في الحصة القادمة ويعطيكم العافية.